افتتح معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة المعرض المقام بمناسبة تدشين جواز السفر الإلكتروني لمملكة البحرين، والذي يستمر إلى 19 من مارس الجاري. تفاصيل أمنية وفنية دقيقة ومتطورة يضمها الجواز البحريني الجديد، تستعرضها شؤون الجنسية والجوازات والإقامة التابعة لوزارة الداخلية في معرض أقيم لتعريف الجمهور بتفاصيل الوثيقة الرسمية لمملكة البحرين. هذا الجواز له مميزات كثيرة، وفيه مميزات أمنية عالية تقنية، والحمد لله نجحنا في إنتاج هذا الجواز المميز، واللي تم تصميمه من قبل مصممين عالميين من شركة HID. والحمد لله اليوم نفتتح هذا المعرض، واللي هو فرصة للمواطنين والمقيمين أن يزورونه ويستكشفون هذا الجواز ويطلعون عليه ومميزاته، وشلون يسهل عملية السفر والانتقال في مطارات العالم. على مدار 5 أيام يستعرض القائمون على المعرض مميزات جواز السفر الإلكتروني لمملكة البحرين بما يحتويه من خصائص أمنية حديثة وتقنيات عالية، يستخدم بعضها لأول مرة في جوازات السفر، والتي ستساهم في تسهيل إجراءات المسافرين البحرينيين في مختلف مطارات العالم. الجواز الإلكتروني مهم حق كل تاجر، يسهل على المرور والتأشيرات، فشيء وايد ممتاز حق البحرين، وهاي التطور اليوم اللي احنا واصلين في العالم. الحمد لله البحرين تواكب التطور العالمي في الإلكترونيات، ومن ضمن طبعا الجواز، مو جواز عادي، ترى جواز وايد دقيق إلكتروني، وفي أشياء وايد حلوة، وفي أشياء تراثية تبين البحرين قبل وبعد، في المساجد البحرينية قبل، مع المباني، الأشجار البحرينية، كلها أشياء تراثية وتاريخية وحديثة للبحرين، فهذه بروحها جواز كدليل سياحي حق مملكة البحرين. اطلعت على المواصفات الأمنية في الجواز الإلكتروني الجديد لمملكتنا الغالية البحرين. طبعا الجواز يصعب التلاعب في محتواه أو حتى تزويره، لأن المواصفات الأمنية اللي فيه لا تعلى ولا تحصى ما شاء الله من كثرها. طبعا الشيء الحلو اللي فيه، طبعا التصاميم الحلوة اللي موجودة في صفحات الجواز، طبعا 12 صفحة، كل صفحة فيها طبعا معلمين يربطنا بالماضي والحاضر ومستقبل مملكة البحرين. طبعا الشيء الممتاز اللي يعد أول مرة متواجد فيه الجواز الإلكتروني اللي هو هاشتاج تيم بحرين، اللي يدل على ترابط شعب البحرين في مختلف الأوقات. اليوم سمعت عن تدشين الجواز السفر الإلكتروني لمملكة البحرين، الصراحة شيء وايد جبار. كوني مواطنة أحمل جواز بحريني يكون كدليل سياحي لمملكة البحرين، وين ما أسافر عندي دليل يراوي المجتمع الغربي وكل المجتمعات والدول الأخرى عن ماضي ديرتي وحاضرها، شيء فعلا يعني الواحد يفتخر فيه. إلى ذلك يضم المعرض بين أروقته ركناً للصور المتنوعة التي تم استخدامها في تصميم الجواز، بالإضافة إلى عرض مجموعة تاريخية من وثائق السفر في مملكة البحرين والتعرف على مراحل تطورها وصولاً للجواز الإلكتروني الحالي. نموذج متطور لجواز السفر البحريني يقدم تجربة متميزة لحامليه، وذلك بما يضمه من سمات أمنية ومواصفات تقنية عالية الدقة، فضلا عن المعلومات المتنوعة التي تعكس تاريخ البحرين. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.